اتكلم في هذا الموضوع. قلت في دلوقتي احنا بيبلن احنا في الشارع مدى احتياجات الناس ومدى سؤال الناس ومدى يعني حاجة الناس لهذا. نعم. فأنا تقدمت بالمشروع ده للوزارة من سنة فاتت. واتفقنا ان المفروض يعني انت وزارة التموين بتشرف على 30,000 مخبز على مستوى الجمهورية. نعم. كل محافظة، كل قرية، كل مدينة، كل فيها مخبز. ما فيش مانع ان احنا بجانب العيش المدعم وده من خلال البطاقة ان احنا نحتاج ان احنا نطلع الرغيف الحر. طب انا طلبت يعني او انا قلت ليه الرغيف الحر؟ النهاردة اصبح الرغيف الحر بينتج من الدقيق الفاخر. نعم. والدقيق الفاخر في ناس كتيرة يعني ما بتحبوش، بتحب يمكن الطعم بتاع الايه؟ بتاع الرغيف البلدي. نعم. مضافا الى ذلك يا معالي النهاردة عشان اروح اشتري رغيف اقل من هذا الرغيف وزنا، واخد بال ساعتك، بيشتروا ب2 جنيه. طب انا النهاردة لما اروح اشتري الرغيف ده ب2 جنيه واكتر، واخد بال معالي، هل نفس الرغيف ولا نفس الوزن ولا مختلف؟ لا اللي يعني بتنين. عيب عليا ان انا لما اقول لك هو اقل من هذا الوزن. يعني اقل من هذا الوزن فقط. نعم. والباع طبعا على اعتبار ان ده ديك في اخر وديك في اخر. طيب انا النهارده دلوقتي يبقى انا عندي العيش المدعم ده خلاص ما عنديش فيه مشكله. لا مساس للمدعم بخمسه ساغ، وده يعني خط احمر. كويس اوي. بجانب ذلك ده اللي واخد الدعم خلاص. ده بخمسه ساغ ومش هنقرب. انا دلوقتي برحم المواطن ومش جايين ناحيته على الاطلاق. على وجه الاطلاق يا فندم. كويس. أنا الجديد اللي هو الرغيف بجنيه. الجديد الرغيف الحر، واخد بال سعادتك، اللي ما عنديش انا منه. انا مواطن مصري لا احمل البطاقه التمويليه. ايوه. بشتري عيش حر. ايوه. لما اروح اشتري عيش حر دلوقتي اشتريه ب2 جنيه؟ نعم. هو سعره كده ب2 جنيه. واخد بال سعادتك؟ فانا اقترحت على معالي الوزير يعني ان احنا ايه المانع ان احنا بجانب هذا يبقى فيه عيش حر. ايوه. وطبعا العيش حر ده اللي رغبه ياخد. كويس. ماليش رغبة ما ياخدش. كويس. وبعدين النهاردة من نفس المخبز. من نفس المخبز ومن كويس. نفس المكان. معيش بطاقة فاروح اخد العيش بجنيه. بالظبط كده. وزنه على كام؟ 80 ولا 90؟ نعم. لا وزنه 90 جرام ساعتك. 90 جرام. كويس. يبقى ساعتك اللي بيتم الاتي. بالنسبة عشان تاخد الرغيف الحر انا مش هديهولك كده مني ليك. هيبقى برضه في كارت صادر من هيئة البريد بالعدد ما يعني كارت بخمس رغيفة بعشر رغيفة بعشر رغيفة وهكذا. ليه؟ بيبقى ده لهذا الكارت. ليه ليه يعني ليه؟ ما انا عايز اللي انا عايزه ولا ده لازم تحدد لي كمية؟ عدد مش بحدد كمية. انا ما بحددش. خد ده خد العدد اللي انت عايزه. ايوه. بس بتروح بدل ما تديني انا الفلوس في ايدي بتروح تدفع الفلوس دي في البريد. وبتاخد كارت منه. ليه ده انا عايز عيش؟ هو انا راح اصرف فلوس من التأمينات؟ ما هي عايز عيش. هي على يعني زي نظام وعلى سبيل الاطمئنان وهو والاخر وخلال سعادتك. وانا كمان يعني لازم يعني برضو الوزير او الوزاره عايزه تطمئن. انا فعلا بعت عيش حر ولا كده بتقول ان انا بعت عيش حر؟ طب اللي يبين ده من ده ايه؟ ان الكارت اللي مضروب على المكنه. لو في كارت مطلوب على المكنه بعدد الارغفه دي هروح اشتريها من المطحن تاني يوم بسعر تاني غير السعر اللي انا ايه؟ اللي انا بشتري بيه. ليه الدوخة يا عبد الله بيه؟ ليه بدوخ؟ ليه ادوخ الناس؟ ليه؟ موضوع بسيط، انا حضرتك تديني عيش ما اخد عيش خلاص انا عيش